طيب أبو نايف فيه قصة لواحد غسلته رايح برحلة سفر بيسحر أبوها، وكاني سمعت فيها كذا، ما أدري ما أدري هو شو النقل. النقل قالوا لا، اللي غسلته الأب، الأب اللي بينسحر، اللي بينسحر. أي نعم. فولده الحمد لله أنه تاب إلى الله، لكن في أول حياته حسب ما ينقل لي أبوه الله يرحمه أنه أتعب التعب شديد. الله أكبر. أتعب التعب يعني حتى يعني يجيب أشياء مهب زينة للبيت، يقول هالولد عنده هذا. ها الولد، الولد إيه؟ الله أكبر. حتى يوم من الأيام يا والله أراد هدايته، يوم عجز عن أبوه عن أنه يأثر فيه أو يسجن أبوه أو ينتقم من أبوه، فأشار عليه جلساء السوق قال أفضل طريقة أنك تسحره. يا رب استرك. يقول لي الأب يعني. إيه نعم. يقول أنا تفاجأت بولدي أنه يقص علي قصته، وقال يا أبوي سامحني، ترى كلش فعلته فيك حتى السحر، والله أني ذهبت لساحرة في إحدى الدول بملابسك وعطيت إياه، قلت هذا مبلغ أبي استسحرين صاحب الملابس. أعوذ بالله من الشيطان. إيه والله يعني يقول للأب بنفسه يعني تربى من أبوه قبل يموت أبوه. إيه إيه بكمل. إيه فيقول عاد سبحان الله العظيم، يقول بعد فترة أنتظر الولد يقول يقول لأبوي أنتظر أنه يجيك شيء، لكن لا زلت تزداد إيمان، لا إله إلا الله، وتزداد ثبات ورسوخ. سبحان الله. إيه قال وش سويت؟ قال سويت كذا وكذا وكذا وكذا، وإني رحت لها عقب شهر قلت ما صار شيء. شوف يا اخواني سبوا لها الكلمه العظيمه. قالت الساحره اللي راح لها، قالت عجزت انا وسحرتي ان نصل لهذا الرجل، وش عنده؟